صباح الخير وأهلا بكم متابعينا في كل مكان. يمكن النهاردة صحينا على خبر مؤسف جدا، انهيار عقار مكون من 5 طوابق في حي الويلي بشمال القاهرة. حقيقة كان خبر مؤسف، والتفاصيل يعني لسه مفيش تفاصيل واضحة قوي لحد هذه اللحظة، لكن هو عقار مكون من 5 أدوار في الويلي، حي الويلي شمال القاهرة. ده كان في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة. إيه اللي حصل بالظبط وإيه التفاصيل؟ هل في مصابين؟ كل هذه التفاصيل هيكشفها إلينا الزميل سيد الخلفاوي الصحفي بقسم الأخبار باليوم السابع. أهلا بك يا سيد. أهلا سمح حضرتك. أهلا. يعني بداية عايزين نعرف منك، هل في مصابين؟ هل في وفيات؟ عايزين نطمئن منك الأول. يعني الأول صباح الخير وبنعزي أسر الضحايا، لأن منذ قليل تم انتشال جثمان سيدة أحد الضحايا اللي كانوا تحت الأنقاض. المفروض حسب ما أكدت محافظة القاهرة إن في من 5 لـ6 أفراد أسفل الأنقاض، وبعض الشهود العيان قالوا إن هم 6 من أسرة واحدة. والعقار طبعا انهار صباح فجر اليوم في منطقة الظاهر حي الويلي غرب القاهرة، وكان العقار ده من العقارات ذات الطراز المعماري، وصدر له قرار ترميم من فترة، ولكن صاحب العقار ما منفذش القرار. وفجر اليوم تلقت غرفة العمليات في المحافظة خبر بانهيار العقار، هو مكون من 5 أدوار وأرضي. العقار تسبب في سقوط جدران لعقارين مجاورين له، ولكن ما أثرش بشكل سلبي أو بشكل كبير عليهم. هو حوائط، بعض الحوائط وقعت. أغلب العقارات في المنطقة دي عقارات ذات حوائط حاملة ما فيهاش أعمدة، فبالتالي أي حائط بيقع فبيأثر على العقار بشكل كامل. طبعا محافظ القاهرة أصدر قرار بتشكيل لجنة هندسية عشان تفحص كافة العقارات المجاورة للعقار المنهار والتأكد من سلامتها الإنشائية، عشان بعد كده إن شاء الله ممكن آخر اليوم تكون اللجنة خلصت فحصها وطلعت قرارها، وعلى أساس القرار ده هيقدر الناس اللي تم إخلاءهم من العقارات المجاورة الرجوع ليها أو الانتظار لحين ترميمها. في نفس الوقت حاليا بيتواجد في عدد كبير من قوات الحماية المدنية، وأيضا عدد من سيارات الإسعاف وسيارات الخاصة بالحماية المدنية بالتزامن مع أعمال الحفر وأعمال البحث عن سواء مصابين أو ضحايا أو ناجين. إن شاء الله يعني إن شاء الله يلاقوا ناجين، بيدوروا بيرفعوا الأنقاض عشان يكملوا بحث. وبتهيالي كل الأنقاض دي يعني حسب روايات الشهود إن في 6 طلع منهم جثمان، يبقى في 5 إن شاء الله يقوموا أحياء، ولكن الحماية المدنية ما بتخلصش شغل إلا لما تخلص رفع الأنقاض بالكامل عشان تتأكد إن ما فيش حد تحت الأنقاض إن شاء الله. يعني إن شاء الله بقول لك الست أفراد من أسرة واحدة. طيب هو اصلا كان كام عدد الاسر اللي بتقطن هذا العقار؟ هو طبعا هو العقار عشان قديم، فالعقارات اللي من النوع ده اللي الناس يا اما في الاول هو بيبقى ايجار قديم، فالناس في بعض السكان بيرمموا العقار فبيفضل محافظ على السلامة الانشائية بتاعته، لانهم ما بينتظروش صاحب العقار يرمم. فبالتالي العقار ده تحديدا كان في أسرة واحدة، ده معناه إن الأهالي كان عندها إحساس أو عندها يقين إن العقار ممكن يقع في أي لحظة، فبيبتدوا يسيبوا العقار. أسرة واحدة اللي كانت موجودة في العقار واللي هي بالزبط. دلوقتي حسب رواية الشهود قالوا إن في أسرة واحدة هي اللي تحت موجودة، وبيقولوا إن عدد الأفراد كلهم من نفس الأسرة. نفس الأسرة، وده طبعًا ده مالك العقار. ساعة الفجر في يوم الجمعة ده يعني بيبقى كل الناس تقريبًا إجازة. يعني ربنا إن شاء الله يلطف بيهم. وإن شاء الله الحماية المدنية تعثر عليهم أحياء. إن شاء الله تقدر تتوصل لقوات الحماية المدنية لأفراد هذه الأسرة. هذه الأسرة رب هذه الأسرة هو مالك العقار؟ لا لحد دلوقتي أنا مش متأكد، لأن كل طبعا المعلومات متضاربة، أنا مش متأكد من المعلومات، لكن أنا بقول لك المعلومات الأكيدة يعني اللي هي تأكدنا إن ده صح. لكن مالك العقار هو اللي في الضحايا ولا أسرة ساكنة لسه هنتأكد من الكلام ده. إن
إن شاء الله يا سعيد، بالتأكيد إحنا برضو هنتابع معاك على مدار الساعات القادمة كل التفاصيل وكل ما هو جديد، والبقاء لله طبعا خالص تعازينا لأسرة هذه السيدة، وإن شاء الله تستطيع قوات الحماية المدنية إن هي تتوصل لهؤلاء الأفراد، الخمس أفراد الباقيين من هذه الأسرة. شكرا لك يا سعيد على وجودك إن معانا. شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم. الكاتب الصحفي الزميل سيد الخلفاوي، صحفي قسم الأخبار باليوم السابع. طبعا احنا بنقدم تعازينا لهذه الاسره، وان شاء الله تستطيع قوات الحمايه المدنيه من الوصول للخمس افراد المتبقيين تحت الانقاض. خليني اقول لحضراتكم انه يعني التفاصيل اللي حصلت واللي حدثت زي ما ذكر الينا ايضا زميل سيد، انه فجر اليوم تلقت اداره الحمايه المدنيه بالقاهره بلاغ يفيد بانهيار عقار قديم مكون من خمس ادوار، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى هناك، وفرضت القوات الأمنية طوقا أمنيا حول موقع المنزل، وبدأت أعمال رفع الأنقاض باستخدام المعدات الثقيلة ورجال الحماية المدنية. واستمع رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة لأقوال شهود العيان بمحيط حادث انهيار العقار المكون من خمسة طوابق بمنطقة الويلي، كثف رجال الحماية المدنية جهودهم للبحث عن أسرة مكونة من ست أفراد، ولكن كما ذكر إلينا الزميل سيد الآن أنها تمكنت قوات الحماية المدنية من العثور على جثمان سيدة من الست أفراد وهم من أسرة واحدة، وذلك أسفل ركام منزل العقار المنهار وفي منطقة الويلي لإنتشالين. ووسط تواجد الخدمات الأمنية لمتابعة الحادث، أكد اللواء إبراهيم عبد الهادي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية أن العقار المنهار بحي الويلي في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ذات طراز معماري، وكان صدر له قرار ترميم، ولكن مالك العقار لم ينفذ القرار. وأضاف نائب محافظ القاهرة اليوم السابع أنه جاري البحث عن ست أفراد، وحاليا يتم البحث عن خمسة أفراد أسفل الأنقاض، وأشار أنه جاري رفع الأنقاض من خلال الحماية المدنية والمحافظة، وتم غلق الشارع لتسهيل العمل وحماية المشاة. وقرر أيضا اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة تشكيل لجنة هندسية لفحص العقارات المجاورة للعقار المنهار والتي تبين تأثرها من العقار المنهار، كما ذكر إلينا الزميل سيد الخلفاوي. بالتأكيد هنتابع مع حضرتكم كل التفاصيل في هذا الأمر، وإن شاء الله تستطيع قوات الحماية المدنية من الوصول للخمس أفراد الباقيين تحت الأنقاض. بالتأكيد هنتابع مع حضرتكم كل هذه التفاصيل، وفي النهاية نتقدم بخالص تعزينا في وفاة السيدة من ذات الأسرة. شكرا لحضرتكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.